أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الممتدة والمستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية لآخر المتابعات التي ما زالت قائمة لآخر التطورات في الوضع في السودان وما يجري هناك على أرض الواقع، ننقلها لكم لحظة بلحظة فقط على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. أكثر من 3 سودانيين يعيشون على سماح هذا الوطن لضمان بناء جيش وطني واحد يحافظ على أمن واستقرار البلاد. في هذه التغطية أكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أنه تم صباح اليوم وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة ولجنة الصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة لمقر السفارة المصرية، وذلك تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفير الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن. وأوضح بيان المتحدث أنه كان قد تم اتخاذ كافة الإجراءات للتنسيق اللازم مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية مصرية في إحدى المطارات بالسودان، وذلك للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية بالسودان عبر 3 رحلات متتالية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة. كما أكدت القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن وكذا المتواجدة بالسفارة المصرية بالخرطوم. وكان مصدر مصري مسؤول أكد للقاهرة الإخبارية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع على مدار الساعة التفاصيل المتعلقة بإجلاء الجنود المصريين ووصولهم جميعا إلى أرض الوطن. وأكد المصدر أنه في مكانة القاهرة تواصل اتصالاتها المكثفة لمنع تصعيد الموقف في السودان، كانت الأجهزة المصرية تسابق الزمن لاستعادة الجنود المصريين وضمان سلامتهم، حيث وصلت الطائرة المصرية إلى قاعدة دونغلا السودانية وتم إجلاء الجنود المصريين. كما أضاف المصدر أنه بذلك قد أسدي الستار عن واحدة من أكثر العمليات دقة وتعقيدا والتي تمت بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية وتنسيق متكامل بين القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة. هذا ينتشر الجيش السوداني في عدد من المواقع الاستراتيجية بالعاصمة، وذكر مراسل القاهرة الإخبارية أن الخرطوم شهدت خلال الساعات الماضية مواجهات هي الأعنف منذ بداية المواجهات العسكرية، وأوضح أن ميليشيا الدعم السريع قامت بالاعتداء على المدنيين الذين كانت تتخذهم دروعا بشرية.
أعلن الجيش السوداني السيطرة على قاعدة الشيفرليت في الحدود الشمالية الغربية التي تعد من أكبر خطوط الإمداد لميليشيا الدعم السريع. إذن هذه الصورة المباشرة من الخرطوم، ويبدو كما كنا نتابع منذ قليل في الخدمات الإخبارية السابقة هناك تصاعد لأعمدة الدخان. ما زالت إذن المواجهات مستمرة رغم الهدنة الجارية منذ السادسة من مساء اليوم. هذه الهدنة من المفترض أن تنتهي في السادسة مساء اليوم، وكانت قد بدأت عفوا مساء الأمس، و هناك حديث عن هل من الممكن أن تجدد أو تمد هذه الهدنة مرة أخرى. إذا لم يستجب الطرفان إذن لهدنة أولى وهدنة ثانية، فما الذي من المتوقع أن يحدث إذا مدت فترة هذه الهدنة؟ الهدنة كان الهدف الرئيسي منها هو تيسير النواحي الإنسانية للمدنيين السودانيين في الداخل لقضاء بحاجتهم وللحصول على الخدمات، الذهاب إلى المستشفيات، لكن يبدو أنه المواطنين لا يزالوا عالقين في بيوتهم حتى الآن، لأنه المواجهات ما زالت مستمرة. كما وصف مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم محمد إبراهيم هذه المواجهات بأنها الأعنف منذ بداية الاشتباكات، وهذا أمر يبدو غريبا أنه تجرى المواجهات الأعنف إذن في الخرطوم في ساعات الهدنة المتفق عليها. على أي حال، للمزيد من التحليل معنا ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم الأستاذ أحمد عمر خوجلي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بحضرتك بداية. المواجهات الأعنف رغم الهدنة، ما تعقيبك؟ ولماذا هناك حالة من الإصرار على عدم احترام الهدنة وعدم الاستجابة لها؟ مرحبا بكم. المسألة بتاعت الهدنة أصلا هي الآن حتى الآن الحرب وهذه المعارك بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع لم تحسم بشكل نهائي، ولم تحقق نتائج واضحة على الأرض، ولم يعلم كل طرف أين يقف الآن وما الذي حققه من مكاسب. هذا الأمر في جهل لمدة 5 أيام، ولكن الجيش السوداني وضح أنه من اللحظة الأولى يعتمد على تجفيف منابع الإمداد وتكسير المعسكرات وحساب القوى المتمردة وفصلها عن قيادتها، وهذا ما نجح فيه حتى الآن. والجيش السوداني يعني استجاب للهدنة مرتان، ولكن انقطاع القيادة، الصلة بين القيادة والقاعدة في هذه الميليشيا وهذه المجموعة المقاتلة الآن التي تقاتل في الجيش السوداني، انقطاع الصلة، لا يوجد ضمان بأن هذه المجموعة يمكن أن تستجيب لهدنة، أو أساسا تعرف أن هنالك هدنة من عدمها، لأن لا توجد صلة ولا توجد علاقة إدارية الآن بين قمة الهرم المتمرد وقاعدته التي تنتشر وتستسلم وتهجم وتنهب المواطنين. كل ذلك يعني أن لا هدنة، وأي كلام عن الهدنة يفيد المجموعة التي تتربص في المناطق الاستراتيجية داخل القيادة العامة والمطار والقصر الجمهوري، ويعطيها فرصة لالتقاط أنفاسها حتى تفر من جديد وتتحصل على مزيد من الدعم البشري من خارج الخرطوم ومن خارج السودان أيضا. نعم. طيب أستاذ أحمد، لماذا لم يكن هناك رابط أو صلة مباشرة بين قائدي ميليشيا الدعم السريع وعناصرها الموجودين في هذه المواجهات؟ يعني لماذا فقد هذا الترابط أو هذا الاتصال ما بين القائدين والعناصر الموجودة؟ وإذا كان هذا الترابط أو التنسيق غير موجود من الأساس، فكيف تمت الموافقة على الهدنة؟ والله الشق القيادي الآن لهذه المجموعة المتمردة
الشكل القيادي الذي يقود الذي يقود الظهور ممثلا لهذه المجموعه في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي التصريح لبعض القوى وفي مخاطبه الاتصالات من المنظمات المختلفه ومن وسائل الاعلام العالميه كما حدث الان قبل قليل مع الفاينانشال تايمز. هذه المجموعه القائده الان قائده التمرد الان قيادات كبيره هي قيادات يعني جهزت نفسها وتمارس السياسه والدعايه والحرب النفسيه وكل شيء، ولكن الان الوضع القديم والجديد انها تقود مجموعه غير مهنيه بدليل النهب وحالات القتل وحالات الترويع ومجموعه يعني اجمعوا مسلحه اشبه بالعصابات ولا تدريب ولا مهنيه ولا يعني عقيده قتاليه وطنيه ولا شيء من هذا القبيل، لذلك القياده تتعامل كانها مجموعه يعني متماسكه، ولكن الحقيقه على الارض التي نراها الان نحن الان كمواطنين وكاعلاميين نراها الان في فارق كبير بين السلوك الحربي بين الجيش السوداني وبين هذه المجموعه وقواعدها التي تستسلم والتي وانه الوصول او التواصل ما بين فيما بينهم مفقود ولذلك لن تطبق الهدنة. طيب تماما. طيب ماذا عن الاوضاع على الارض؟ ماذا عن هذه المواجهات استاذ احمد لو تنقلها لنا ايضا؟ ما هي ابرز المناطق التي تشهد هذه المواجهات؟ والله في المواجهات الاخطر كما ذكر مراسلكم محمد انها في محيط القياده في المناطق الاستراتيجيه التي من اول يوم لم تهدأ فيها، لان المتر فيها كما يقول الناس المتر فيها بقيمته الكبيره، لذلك لا تهدأ الكر والفرد في اي متر فيها اي مساحه اضافيه اي مكسب على الارض يعني الكثير يعني الموقف التفاوضي، ولكن اكثر مناطق هي المناطق الاستراتيجيه داخل دوله الخرطوم والجيش يحاصر هذه المجموعات بحصار كبير وهي تتحرك في الداخل بحرف اشبه بتحقيق الخسائر والهجوم والحركه. وماذا عن محيط القصر الجمهوري ومدينه مروي ايضا؟ مروي خلاص من اول مطار مروي يعني تم تحريره بالكامل، ورأينا التحدي الذي ساقته القوات المسلحة السودانية بأنها الآن جاهزة لاستغلال الإعلاميين والصحفيين، وفعلا هناك قناة واحدة قناة العربية مضت إلى هناك وصورت إلى الداخل، وحتى المجموعات التي هربت من مطار مروي مساء الأمس ضربت في مساحة بعد كيلومترات عديدة من خروجها بعربات الدفع الرباعي إلى خارج عند منطقة يقال لها الملتقى، فالآن تشتتت ومطار مروي الآن آمن بكثير من خلال كثير من الأخبار والمعلومات المتواترة التي تابعناها. طيب أستاذ أحمد، يعني هناك ضغوط ربما مورست على الطرفين في البداية في قبل حتى الهدنة الأولى أول أمس، وكان هناك اتصال جرى بين وزير الخارجية الأمريكي وبعض القيادات في الجيش، وكان هناك حديث عن أنه ربما تتم الاستجابة لبعض الوسطات أو بعض يعني المتدخلين في هذه الأزمة أو الذين يريدون فرض على أقل حالة من الهدنة. هل هذا وارد أن يحدث من جديد؟ هل من الممكن أن تمارس ضغوط أكثر على طرفي الصراع؟ يعني مثلا ميليشيا الدعم السريع هي لها علاقة وثيقة ببعض الدول الغربية التي هي تؤمن حتى عدم الهجرة إليهم أو ضبط المسألة المتعلقة بالنزوح إلى هذه الدول، هل من الممكن أن تضغط عليها؟ والله هنا الآن أولا في أمر مهم ويعني جدا لابد من التركيز عليه والإشارة إليه على الدوام طوال هذه الصراعات التي تدور الآن بين هذه الميليشيا المسلحة المتمردة وبين قوات السودانية المسلحة. هذه النظر إليهم كقوتان متوازيتان يعني أندادا لبعض هذا فيه يعني فيه تضخيم لهذه الفئة الباقية. هذا فيه من فيها محاولة لمنحها أكثر ما تستحق. إنها مجموعة منشقة تعلن الحرب على الدولة وعلى الجيش السوداني. فعرضهما كقوتان متوازيتان نديدتان لبعضهم البعض هذا في ظلم كثير للواقع.
وللمؤسسه العسكريه وللدوله. نعم. لكن الجيش تاخر في حسم هذه المعركه استاذ احمد، يعتبر يعني بالنسبه الى اذا نظرنا عمليا الى القوى والتوازن ما بين القوتين، فيعتبر الجيش تاخر في الحسم. نعم، الجيش السوداني قوه كبيره ومؤسسه مهنيه يعني جاهزه لحد كبير في مقارنه بهذه بقوات هذه الميليشيا، ولكن اعتبارات كثيره، اعتبارات انسانيه، حتى المؤسس المجموعه المتمرده الان تحتاط منذ وقت باكر من هذا من بلا هذا الصراع، لانها ترست نفسها وجعلت كثير من القيادات العسكريه والمواطنين والمناطق المتاخمه في احياء في بحر هنا في طريق كوبري المكلمير، جعلتهم اشبه بالدروع البشريه. الجيش يتحرك بمبادئ اخلاقيه وبنظام مهني صارم، يراعي القانون الدولي، يراعي مواطنيه، ويراعي سلامه المواطنين وكثير من الجانب الانساني، لكن هذه المجموعه تعمل بدون عقيده، هذه المجموعه تنهب المواطنين الان، هذه المجموعه تنهب وتكسر المحال التجاري، لذلك الجيش تاخر لانه يراعي كثير من في حركته، لن يضرب الدروع البشريه، ولكنه يحاول من خلال خبراته ومتابعاته وخبرته الفنيه ومهاراته القبائليه وتنوعها. نعم. طيب. يعني يلعب ادوارا قليله يعني قليلة الخسائر. أستاذ أحمد، حضرتك ذكرت أنه بيتم التعامل مع هذه القوات على أنها بدرجة كبيرة من الأهمية وهي فقط مجموعة متمردة كما ذكر الجيش وكما طبعا على حد قول حضرتك، لكن السؤال هنا ما الحل إذن في وجهة نظرك؟ ما هو إذا تم التعامل معها من قبل المجتمع الدولي على إنها مجرد فقط عناصر بسيطة يمكن السيطرة عليها من قبل الجيش السوداني؟ لن يكون هناك وسطات، لن يكون هناك تفاوض، لن يكون هناك تسوية، وسيطول هذا الاقتتال. ما الحل في رأيك؟ يعني هل ترى أن الحسم العسكري كما يرى الجيش هو الحل؟ والله الآن المعالم الحل بدأت توضح في كثير من 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 التحركات وكثير من المعارك وكثير من المظاهر بتاعت الاستسلام وكذا، ولكن الآن بعد خمسة أيام من اشتداد هذا الصراع واستمراره بشكل متقطع او دائم في مناطق محدده، الخسائر الفادحه التي منيت بها هذه القوى المتمرده في معسكراتها، في مصادر امداداتها الاساسيه، في عجزها عن التشويه والحصول على الوقود والحصول على الاكل والحصول على الراحه حتى لمجموعاتها المقاتله التي اصبحت الان معسكراتها سياراتها التي تتحول بها بشكل حرب عشرات، كل هذه الامر بعد خمسة ايام لا بد ان هذه القوى الان في اضعف حالاتها، وفي انها بين لحظه او بين واخرى يمكن ان تنهار تماما وتبدا في الاستجابه لشروط القوات المسلحه في بلدها انها تصل الى يتم التعامل معها بحجمها الطبيعي، هذا الامر يبدو انه قريبا جدا لان لا امداد. صحيح، كنت ساسالك استاذ احمد عن المدى الزمني لتحقيق هذا، لانه في خلال هذه الأيام فقط خمسة أيام نتحدث وهو اليوم السادس نحن في هذا اليوم، وعدد الضحايا يعتبر كبير قياسا بعدد الأيام، المستشفيات خارج عن الخدمة، توقفت عن العمل، هناك الكثير من الخدمات التي لم يحصل المدنيون عليها، وهناك إصابات حتى خطيرة وعمليات كثيرة أجريت، يعني التفاصيل كثيرة، وضع كارثي، وضع إنساني كارثي، منظومة صحية هشة بكل المقاييس، فالمدى الزمني لتحقيق هذا والاستجابة للشروط وفرض السيطرة كيف تتوقع شكله؟ خلال 24 ساعة بالكثير، يعني خلال باقي اليوم وغدا سوف تتضح معالم خارطة عسكرية جديدة بين المجموعة المتمردة وبين الجيش السوداني، وبعدها إذا تحقق توطيد أقدام الجيش السوداني في مناطقه بشكل عملي بشكل واضح وبشكل طبيعي، فإن الانفتاح سوف يكون للجانب الإنسانية حتى بنعزل عن موافقة هذه القوة المتمردة لأنها غير ذات بال، وأساسا المسألة يعني وقت، والوقت لم يطول أبدا. طيب، بعد مرحلة يعني إذا سرنا وفق هذه الفرضية، بعد مرحلة التسليم والقبول بشروط الجيش وحسم هذه المعركة خلال مدة قصيرة كما تتوقع حضرتك، كيف سيكون وضع هذه العناصر وهذه القوات التي لم تستسلم في بعض الولايات وما زالت تواجه في ظل هذا الصراع؟
والله هو طبعا المخاطر الكبيره على مناطق التلال في الخرطوم والمناطق الخدميه الان لانها هي عصب الدوله ولانها مركز صناعه القرار ولانها يعني مناطق وجود الفرق الدبلوماسيه العالميه والمنظمات يعني حساسيه الخرطوم اما لانها العاصمه الوطنيه لهذه البلد ومناطقها الحساسه ووجود كميه كبيره من الاجانب موجودين فيها وكل امر يخص بالسودان حتى في الجوانب الانسانيه هو ينطلق من الخرطوم واجهزه الاتصالات ومراكز التواصل بالعالم بالولايات كلها موجوده في الخرطوم. لذلك هي الخرطوم مهمه جدا ولذلك الجيش يعني مهتم كثيرا بحسم المعركه في الخرطوم اولا وبعدها الولايات المختلفه. الوضع الان الجيش السوداني يعني مارس كثير من الضغط على هذه القوة في كثير من المجالات وتراجعت القوة في بورسودان وفي الأبيض وفي كثير من المناطق خارج الخرطوم وتوقف الإمداد وتم حصار المجموعات والمعسكرات انهارت وتسلم كثير منها. الآن الإمداد توقف عن هذه المجموعات إلى الخرطوم والطيران يتربص بكل القوافل السيارات التي تحاول إنقاذ وتموين هذه المجموعات التي تقاتل الآن. هذا الأمر الآن وصل إلى نهايته. أما الدعوات المختلفة التي تذكرينها دوما بأن بالهدنة وكذا وخلال كثير من الشواهد أنه العالم صحيح يبدو القلق من خلال الغلق على رعاياه على موظفي يعني ليس هذا وفقط استاذ احمد ليس فقط مساله الرعايه والبعثات الدبلوماسيه والى اخر ذلك. السودان بلد مهم في موقعه في سواء في المحيط الاقليمي المحيط الدولي كل الدول ليست فقط المحيطة بالسودان في الإقليم ولكن حتى أي مؤشرات لعودة اتفاق سياسي كانت ترعاها هذه الدول يبدو أنها على المحك الآن ويعني الكل متأزم من هذا الوضع في داخل السودان. نعم كل متأزمون. نعم المسائل الإنسانية مهمة المسائل يعني المواقف العالمية من الصراع مهمة ولكن ايضا هناك مشكله اخرى تتصل احيانا تعلن كما ذكرت لك ان القوى المتمرده والقوات المسلحه ليسوا سواء وليسوا على قوه واحده استراتيجيا ولا بالتعبير عن موقف الدوله السودانيه ومصالحها. لذلك احيانا بعض النداءات في الداخل والخارج من كثير من الدوائر تحاول ان تمنح قبله الحياه لهذه المؤسسه هذه المجموعه المتمرده. تمنحها بحجة التبرير بالمواقف الإنسانية وبغيره والصلح ولا للحرب وكذا إنها تمنحها مشروعية وتمنحها مساحات لا تستحقها وتمنحها يعني نسبية قد تتسبب في امتيازات كثيرة في المستقبل إذا بدأت مفاوضات جادة. الآن هي بعض الدعوات التي تتحدث عن وقف الحرب والهدنة وكذا تمنحها الحظوة وتمنحها موقفا مستقبليا لا تستحقه. لذلك هذا الامر اذا نظر اليه باعتباره مجردا اعتباره دعوه الى التوافق الانساني ودعوه الى الانقاذ هي مطلوبه نعم والجيش السوداني لا يقصر في ذلك وله كثير من الاجتهادات لا داعي لا وقت لذكرها الان لكن الحديث عن هذه الامور والمبادرات التي تتصل بوقف الحرب وكذا نعم كثير من الناس الذين كانوا يعني حطبا لهذه الحرب الان هم يرفعون قلم صدق عثمان باعتبار انها هذا الامر يمنح هذه القوه بعض الوقت وبعض الحظوة وبعض الزمن وبعض الفرص حتى تعيد أنفاسها وتعود من جديد لتهاجم بشكل أقوى وأكثر براوة. طيب ماذا عن المدنيين أو القوات التي نشرت يعني بتقارير أو متعلقة ب أو معلومات متعلقة ببدء نزوحهم إلى دول أخرى؟ يعني كان هناك حديث عن بعض القوات التي خرجت إلى تشاد مثلا الحدود المتاخمة لدارفور وكان هناك حديث عن بدء البحث عن ملاذات أخرى قد تكون آمنة بدرجة أكثر. لو يعني تشرح لنا هذه المسألة وهذه الجزئية يعني كيف تمت وما أسبابها؟ والله هو كما ذكرت في بداية حديثي أن هذه القوة فقدت الاتصال بقواعدها على الأرض. هذه القوة القياديه للمجموعه المسلحه فقدت الاتصال وبدا هناك الحركه تعتمد على
على حق على الحياه، محافظه على حياه هؤلاء الناس والمركبات التي يحتاجون اليها، بدليل انهم يسرقون وينهبون الاموال من المحال التجاريه وينسبون اليها. هذا الانفراط في التواصل بين القياده والقائده جعلها تتهج في تقليص حياتها والمحافظه على حياتها وحذف. لا يوجد اي استراتيجيه في الهروب الى اي مكان. الصد الذي واجهت به الجاره تشاد هذه المجموعه التي تتكون من 52 او عشرات السيارات هو موقف ايجابي جدا، وهم ربما ينسقون ما بعد امراء الحرب، او ان هؤلاء ينشقوا ببعض القيادات المحليه على الميدان ويحاولون ان يستفيدوا من الفرص التي بعض الاسلحه والسيارات، فان يكونوا ملايش وعصابات جديده في المستقبل، يعني خلصوا نفسه وانقطعوا من هذه المجموعه التي تحارب الان في الخرطوم. المحاولات الان الهجره هي دليل على ان هذا العقد انفرط، وهذا الشيء الوحيد الذي يجعلهم يواصلون الحرب ويواصلون الاعتداءات هو المحافظه على حياتهم. لذلك الجيش السوداني كان حريصا على اعلان العفو العام على هؤلاء، وانهم ابناء هذا الوطن كافراد، وانهم من حقهم ان يكونوا سودانيين، وهم سودانيين لديهم كل الحقوق كل الواجبات، وسيتم اكرامهم واستقبالهم متى ما انقطعت صلتهم بهذه المجموعه المتمرده برئاستها. نعم، شكرا جزيلا الاستاذ احمد عمر خوجلي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من الخرطوم، شكرا لك. دعا الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، دعا الأطراف في السودان إلى هدنة إنسانية من أجل توصيل رعاية طبية للمحتاجين إليها. وأكد المنظري في مؤتمر صحفي انتشار حالات الملاريا في جميع أنحاء السودان، موضحا أن هناك إمدادات عاجلة في انتظار فتح الخطوط الجوية بالسودان. زيارة حالات الملاريا في جميع أنحاء البلاد، ويشار هنا إلى أن منظمة الصحة العالمية شريك للسودان منذ العام 1956، أي على مدى السنوات 67 الماضية، وفرقنا العاملة على الأرض ملتزمة بحماية صحة ملايين من السودانيين وعافيتهم، وسنواصل بإذن الله ذلك ما دامت صحة موظفينا وسلامتهم قائمة ومتحققة دون خطر يتهددهم. ولا تزال منظمة الصحة العالمية ملتزمة بشراكتها القائمة منذ فترة طويلة مع السودان، وسنواصل بإذن الله العمل لتحقيق رسالتنا المتمثلة في تحقيق الصحة للجميع وبالجميع، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا في بيئة تسمح لنا بالعمل دون عوائق ودون تعريض موظفينا للخطر، إذ ستكون صحتهم وعافيتهم أولويتنا الأولى دائما. لذا ندعو إلى الاتفاق على ممر آمن وهدنة إنسانية للعاملين الصحيين والمرضى وسيارات الأسعار، ونحث جميع أطراف الصراع على وضع سلامة شعبهم وأمنهم فوق كل اعتبار. أفادت نقابة أطباء السودان بارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الاشتباكات إلى 198 شخصا و1207 إصابات. أضافت النقابة أن 9 مستشفيات تعرضت للقصف و19 للإخلاء القسري. وأشارت نقابة الأطباء في السودان إلى أن 52 مستشفى توقفت عن العمل. بدوره أكد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والمتحدث باسم وزارة الصحة في الخرطوم الدكتور محمد إبراهيم أن 30 مستشفى توقفت عن العمل بالولاية من أصل 133. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أشار إبراهيم إلى أن هناك مشكلات تتعلق بوصول المواطنين إلى المستشفيات مع استمرار الاشتباكات. بالنسبة للمستشفيات، عدد العمليات الكلي من عمليات كبيرة إلى صغيرة 318 عملية،
منذ تاريخ منذ اندلاع الحرب وحتى الآن. 251 عملية كبيرة منها في القطاع العام و67 في القطاع الخاص. عدد المستشفيات في القطاع العام 53 مستشفى والقطاع الخاص 81. مجمل عدد المستشفيات في القطاعين العام والخاص في ولاية الخرطوم 133 مستشفى. عندنا 10 مستشفيات من القطاع العام خرجت من الخدمة وذلك لأنها في مرمى تبادل النيران في منطقة مركز الخرطوم حوالي القصر الجمهوري والغيادة العامة، هي مركز سنتر الخرطوم معروف ب10 مستشفيات. المستشفيات تم تفريغها إلى مستشفيات بديلة تقدم نفس الخدمات بذات الكوادر حفاظا على أرواح المواطنين. أما على القطاع الخاص برضو، القطاع الخاص مجموعة من مستشفياته في نفس المنطقة ومنطقة سنتر مركز المنطقة المركزية ومدرمان والمنطقة المركزية بحري. عدد المستشفيات من القطاع الخاص المتوقف عن الخدمة نتيجة لعدم أمان المنطقة للمواطنين أو طريق الدخول إليها هي شكل المستشفى. مجموع المستشفيات المتوقفة عن الخدمة حوالي 30 مستشفى من مجموع 133 مستشفى. يعني عندنا غرابة ال 103 مستشفى الآن تقدم الخدمة على 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 أكمل وجه في الخدمة الطارئة وخدمة جرح الحرب بالحد الأدنى من الكوادر. صورة إذن تتحدث عن نفسها، مع تصاعد اشتباكات في السودان يتصاعد الخطر نحو انخفاض المستلزمات الطبية داخل المنشآت الصحية نظرا لعدم القدرة على إيصال الإمدادات. ذلك ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية ودعت طرفي الصراع لإتاحة الوصول إلى المنشآت الطبية وإمدادها باللوازم الطبية للرعاية. مع تصاعد الاشتباكات السودانية يدق ناقوس الخطر دقا نحو انخفاض المستلزمات الطبية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية نظرا لعدم القدرة على وصول الإمدادات، وهو ما كانت قد حذرت منه منظمة الصحة العالمية ودعت طرفي الصراع لإتاحة الوصول إلى المنشآت الطبية وإمدادها بكل اللوازم الطبية الخاصة بالرعاية وبغيرها. كما أن هناك مخاوف من حدوث أزمة إنسانية في الوقت الذي تقترب فيه المنظومة الصحية السودانية من الانهيار، إذ أغلقت بعض المستشفيات بالفعل أبوابها أو أوشكت أن تغلقها بسبب الهجمات تارة أو بسبب نقص وصول الطواقم الطبية، فضلا عن تعذر وصول جانب كبير من الإمدادات الطبية لمحاولة إنقاذ الأرواح من المرضى الاعتياديين أو من حصيلة الإصابات في هذه المعارك. هذا وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. في ظل تصاعد الاشتباكات، فقد لقي عدد كبير من القتلى المدنيين منذ بداية الأزمة بلغ 270 قتيلا، وصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 2600 حالة تشمل المدنيين والمسلحين على السواء، وفقا لما أشارت به لجنة أطباء السودان المركزية، على أن هذه الأعداد ليست إلا مؤشرات أولية ولا تمثل بالطبع حصيلة إجمالية لضحايا الذين سقطوا جراء النزاع الجاري في السودان، لكنها تمثل إحصاءات للحالات المؤكدة التي وصلت بالفعل إلى المستشفيات حتى وقت إعلان هذا البيان طبقا لنقابة الأطباء السودانية. وفي ظل اشتعال الاشتباكات في الشارع السوداني ومع سقوط عدد كبير من الجرحى، هناك جرس إنذار آخر ربما يضع المرافق الصحية في السودان على حافة الإغلاق أو الانهيار نظرا لتضاؤل إمدادات الطاقة بغرض استدامة عمل المولدات الاحتياطية من أجل محاولة تقديم الخدمات الصحية الأساسية، لجانب وجود إشكالية أخرى مرتبطة بالنقص الحاد
في أكياس الدم والأكسجين في كل ولايات السودان تقريبا، طبقا لما أعلن من جانب القطاع الصحي في ولاية الخرطوم. مع تصاعد هذه الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بوتيرة متسارعة في الشارع السوداني وبالطبع انعدام الأمن، تزداد الأوضاع سوءا، ما يؤدي إلى إعاقة الحركة حتى داخل بعض المدن التي تشهد حتى هذه اللحظة حالة متنامية من التوترات العسكرية، الأمر الذي بات تحديا آخر في وجه الأطباء وأطقم التمريض وحتى سيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية أو الوصول إلى مناطق الاشتباك ونقل الحالات المصابة، ما من شأنه أن يعرض حياة أولئك الذين يحتاجون إلى تلقي الرعاية الطبية العاجلة إلى خطر الموت طبقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية على مستوى حجم المخاطر. وسط الصراع المحتدم داخل الشارع السوداني، فقد تعرضت 5 سيارات إسعاف للاعتداء، إلى جانب عدم السماح لغيرها من العربات بالمرور لمحاولة التطوع بنقل المرضى للمستشفيات. من المتوقع أن تتعرض الحركة للشلل التام في حال استمر تصاعد الاشتباكات على النحو الذي هي عليه، ما يشكل ذعرا كبيرا داخل الشارع السوداني وتعريضا لحياة المواطنين لمصير مجهول، وفقا لما حذرت منه نقابة الأطباء السودانية. ومع تعرض الكثير من المنشآت الصحية للقصف وانقطاع الإمداد البشري والدوائي واللوجستي والماء والكهرباء، فإن جانبا منها أصبح مهددا بالتوقف التام عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى وللمصابين، إذ خرجت معظم المستشفيات الكبرى والتخصصية عن الخدمة بشكل كامل في الخرطوم وفي عدد من المدن، والتي بلغ عددها حتى الآن 39 مستشفى من أصل 59 في الخرطوم فقط وفق نقابة الأطباء السودانية. مع هذه الأوضاع السيئة والمتردية لحال المنشآت الطبية داخل السودان، ومع عجز عدد كبير من المستشفيات في إمكانية تقديم الرعاية الصحية اللازمة، فإن هناك 9 مستشفيات تعرضت للقصف، فضلا عن 16 أخرى تعرضت لعملية إخلاء قسري وفقا لنقابة الأطباء السودانية على النحو الذي توقفت عنده إصدار البيانات. في إطار الأزمة الإنسانية التي يعيشها السودانيون اليوم نتيجة تصاعد الاشتباكات هناك، وقد تتصاعد معها كذلك مخاطر انهيار المنظومة الصحية التي باتت أمرا ضروريا وأساسيا لوقوع أي إصابات نتيجة الاشتباكات وتبادل إطلاق النار داخل السودان، وهذا أيضا ما جرى التحذير منه من خلال الأمم المتحدة، أعلن ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من احتمالية حدوث انهيار لنظام الرعاية الصحية بالكامل في السودان، والمخاوف الجمة من عدم تمكن الأطباء وأطقم التمريض من نقل الجرحى والمصابين، ومن مخاطر عدم الوصول إلى المستشفيات، ما يهدد حياة السودانيين ويعرضهم لمصير مجهول إذا لم يكن هناك أطباء أو ممرضين، فضلا عن تعذر إيصال المستلزمات الطبية والأدوية التي يمكن أن تنقذ حياتهم من النيران التي يتم إطلاقها إما مباشرة أو فوق رؤوسهم مع موجة الاشتباكات الجارية في هذه الآونة. لضمان بناء جيش وطني واحد يحافظ على أمن واستقرار البلاد. وينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم محمد عثمان الردي، الكاتب والباحث السياسي. سيد محمد، مرحبا بحضرتك. بداية، يعني أي أوراق من الممكن أن تستخدم للضغط على طرفي الصراع الآن، حتى على الأقل للالتزام بالهدنة؟ يعني لا نقول تسوية أو تفاوض، ولكن على الأقل للالتزام بهدنة لتسيير النواحي الإنسانية للمواطنين. ممتاز. أنا بعدت. نعم سيد محمد، هل أنت معي؟ طيب، هو يبدو أنه السيد محمد عثمان الردي الكاتب والباحث السياسي لم يسمعنا بوضوح. على أي حال، حتى معاودة التواصل معه مرة أخرى، نتابع هذه الصورة
المباشرة إذن للخرطوم وتصاعد لأعمدة الدخان، وما زالت المواجهات مستمرة رغم الهدنة. يعني حتى الآن من المفترض أنه متبقي تقريبا 4 ساعات أو أكثر قليلا على انتهاء هذه المدة التي تم تمديدها بالأمس من الهدنة بين طرفي الصراع، ولكن غير معلوم هل من الممكن مد هذه الهدنة مرة أخرى بعد عدم الاستجابة من الطرفين سواء في الهدنة الأولى أو الثانية. اللافت أيضا للنظر المؤتمر منذ قليل الذي يتحدث عن الوضع الصحي في السودان، والتصريحات حقيقة المقلقة والخطيرة بالنسبة للوضع الصحي في السودان وانتشار الملاريا وتوقف المستشفيات عن الخدمة، وما الذي من الممكن أن يحدث للنظام الصحي الهش من الأساس داخل السودان إذا ما استمرت هذه الأوضاع في التصاعد والتعقيد. المستشفيات تعاني أوضاعا بالغة الصعوبة وفقا لمراسلنا، والأحياء أيضا في السودان تعاني انقطاعا في الكهرباء، في المرافق، في المياه. الكهرباء تقريبا منقطعة منذ اليوم الأول لبداية هذه الاشتباكات. الكثير من الأماكن الاستراتيجية التي يعلن الجيش السوداني من آن إلى آخر أنه سيطر عليها، كان هناك في بداية اليوم مواجهات حادة في محيط القصر الجمهوري، ولكن تمت السيطرة عليه من قبل الجيش السوداني، وتم السيطرة على مطار الخرطوم إذن ومطار مروي أيضا، وهناك ربما حالة من السيطرة على مقر القيادة العامة للجيش أيضا. هذه المنطقة كانت منطقة من أهم المناطق التي يحدث حولها اشتباكات ومواجهات. هناك أيضا من يرجح إنه الأسباب الرئيسية في عدم الالتزام بهذه الهدنة هو انقطاع التواصل والترابط والاتصال ما بين قائدي الدعم السريع وما بين العناصر الأساسية الموجودة في الأماكن أو في أماكن المواجهات والاقتتال، وهذا يرجع إلى إنه هذه العناصر لم تتواصل بشكل كبير مع قياداتها. هناك إذن وسطات دولية وإقليمية، هناك دول تحث طرفي الصراع على وقف الاقتتال. على أي حال سنتابع لحظة بلحظة ما يحدث في السودان معكم على شاشة القاهرة الإخبارية، والتغطية بالتأكيد مستمرة طوال اليوم. عاد إلينا الأستاذ محمد عثمان الرضي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ محمد تسمعني الآن؟ هل أنت معنا الآن؟ نعم أسمعك جيدا. طيب، كنت سألت حضرتك حول أوراق الضغط التي من الممكن أن تستخدم أو تمارس على طرفي الصراع على الأقل للالتزام بهدنة، التزام حقيقي بهدنة لتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين. يعني لا نقول تسوية أو تفاوض الآن، ولكن نقول على الأقل تمارس بعض الضغوط للالتزام بالهدنة. قطعا هنالك العديد من الضغوط الخارجية يمكن أن تمارس على الطرفين المقتتلين، تتمثل في دخول قوات أجنبية تحت البند السابع إلى السودان بقرض تكون هي التي تسيطر على الموقف لضرورة التعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة، لأنه يبدو على النداءات التي ظلت تكرر هذه الوساطات أصبح الطرفين المقتتلين لا يعيرونها أي اهتمام ويضربون بها عرض الحائط، وما زالوا متمسكين بالخيار العسكري والتصعيد العسكري من أجل تحقيق العديد من الانتصارات على أرض المعركة. هذه المعركة لا يوجد فيها منتصر ولا يوجد فيها منهزم، الكل فيها خاسر، والكل يدفع فاتورة انعدام الأمن، والكل يدفع المشاكل الإنسانية التي ظلنا نعاني منها الآن. الآن مئات الجثث منتشرة في الطرقات، من الصعب جدا دفنها. الآن مئات المصابين والجرحى في مختلف الأحياء في المناطق النائية، من الصعب جدا الآن إسعافهم إلى المستشفيات. انقطاع مستمر في الإمداد الكهربائي والإمداد المائي، لأن هنالك أعطال كبيرة جدا أصابت مزود الكهرباء والذين يعملون في هذا القطاع الحيوي. فأنا أعتقد الآن الأزمة صارت أزمة إنسانية في المقام الأول،
مما تعددت العديد من النداءات من المنظمات الوطنية والأجنبية بضرورة التدخل. نعم، ما هو هذه الأزمة الإنسانية هي تشكل في الأساس ورقة من أوراق الضغط على طرفي الصراع، يعني حتى وإن كانت هذه الأزمة لا تشغلهم كثيرا بقدر ما يشغلهم الحسم على الأرض والانتصار على الأرض، لكنها تشغل بكل تأكيد هذه المنظمات والمؤسسات التي تضغط على الطرفين لعقد على الأقل هدنة بسيطة. هل من الممكن أن تنجح هذه الضغوط؟ قطعا هذه الورقة هي من الضغوط الخطيرة والضغوط المؤثرة، وقديما كنا نشاهد في مختلف الدول التي تمت فيها المعارك ظلت الورقة الإنسانية هي من أوراق الضغط الحيوية، من أوراق الضغط القوية التي استخدمها المجتمع الدولي، استخدم فيها حق الفيتو من أجل التوصل إلى هدنة ولو لبضع أيام بقرار توصيل المساعدات الإنسانية وفتح جسور التواصل الإنساني. أنا أعتقد هذه الورقة هي ورقة قوية، ورقة مؤثرة، وقطعا إن طال الزمن أو قصر سيستجيب لها الطرفين. الطرفين يتشككون من أمر واحد عندما يسمحون لهذه الهدنة وهذه المنظمات أن تتدخل، لربما هذه المنظمات تقف مع طرف ضد الآخر وتقدم بعض الدعم للطرف الآخر، أو تسمح لطرف ليعيد الكرة ويعيد تنظيمه مرة أخرى إن كان مضعضعا وإن كان ضعيفا من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات. فهذه مخاوف من الطرفين، يدعون بأنهم مع القضايا الإنسانية، يدعون بأنهم مع حفظ حقوق الإنسان، ولكن على أرض الواقع الآن الفهم هو فهم عسكري، والشعار الوحيد المرفوع الآن في الخرطوم هو لا صوت يعلو فوق صوت البندقية. كانت هنالك تجارب في حرب جنوب السودان ما بين المتمردين وما بين الحكومة السودانية، عندما يكون هنالك وقف لإطلاق النار، عندما يكون هنالك إعادة ترتيب للبيت الإنساني، كانت هنالك منظمات تدخل بعض المؤن وتدخل بعض وتدخل بعض المعونات العسكرية وتستغل هذا الظرف الإنساني من أجل تحقيق مكاسب عسكرية، من أجل الوقوف ودعم الطرف ضد الطرف الآخر. وهذه هي المخاوف التي ظل يعاني منها الطرفين المتقاتلين على أرض الواقع الآن في الخرطوم. طيب أخيرا سيد محمد، يعني هل تتوقع أنه هناك طيب سيد محمد، يعني يبدو أنه التواصل ضعيف. الأستاذ محمد عثمان الرضي الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. Thank you.
ونعود إذا مشاهدينا إلى الأخبار المتعلقة بعودة الجنود المصريين، والقصة كاملة كشفها مصدر مسؤول للقاهرة الإخبارية في هذه النقاط. سبب تواجد الجنود هي مهمة تدريبية ضمن بروتوكول نسور النيل، وبالتالي كانت في مهمة تدريبية ولم تكن في مهمة قتالية. الجنود المصريون كان تمركزهم في قاعدة مروي والمنطقة المحيطة بها عند حدوث الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وتمكن 177 من إخلاء أنفسهم، وتبقى 27 احتجزتهم ميليشيا الدعم السريع. الدولة المصرية كانت تدير الملف بحكمة بالغة دون التورط في الصراع. خلية إدارة الأزمة تمت بواسطة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وبمتابعة مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكانت الأهداف المحددة تأمين عودة 177 عنصرا الذين تمكنوا من إجلاء أنفسهم من قاعدة مروي، و27 عنصرا الذين احتجزتهم الميليشيات. الدفعة الأولى العائدة والمكونة من 177 عنصرا تم إجلاؤهم بتأمين طريق بري بواسطة المخابرات العامة والمخابرات الحربية حتى وصولهم إلى قاعدة دونغلا التي تم تشغيلها خصيصا لعملية الإجلاء، والتي تمت بواسطة طائرات حربية مصرية. الدفعة الثانية 27 عنصرا كانوا محتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع، وتم التنسيق مع الصليب الأحمر، وقامت مصر بالعديد من الاتصالات مع أطراف وسيطة، وتم إخلاؤهم من قاعدة مروي وقطعوا مسافة 560 كيلومتر لكي يصلوا إلى الخرطوم وتتسلمهم الملحقية العسكرية المصرية بالخرطوم. إذن نجحت مصر كما قيل من المصدر في تحقيق أهدافها بعملية بالغة الدقة والتعقيد، وحفظت سلامة أولادها إذن دون التورط في الصراع الدائر في السودان. نتابع إذن هذه الأخبار الواردة حول عودة الجنود المصريين، والقصة كاملة كشفها كما ذكرنا مصدر مسؤول للقاهرة الإخبارية في هذه النقاط. سبب تواجد الجنود هي مهمة تدريبية ضمن بروتوكول نسور النيل، وبالتالي كانت في مهمة تدريبية ولم تكن في مهمة قتالية. الجنود المصريون كان تمركزهم في قاعدة مروي والمنطقة المحيطة بها عند حدوث الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم. تمكن 177 من إخلاء أنفسهم، وتبقى 27 احتجزتهم ميليشيا الدعم السريع. الدولة المصرية كانت تدير الملف بحكمة بالغة دون التورط في الصراع. خلية إدارة الأزمة تمت بواسطة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وبمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت إذن الأهداف المحددة تأمين عودة 177 عنصرا الذين تمكنوا من إجلاء أنفسهم من قاعدة مروي، وأيضا 27 عنصرا الذين احتجزتهم الميليشيات. الدفعة الأولى العائدة المكونة من 177 عنصرا تم إجلاؤهم بتأمين طريق بري بواسطة المخابرات العامة والمخابرات الحربية حتى وصولهم إلى قاعدة دونغلا التي تم تشغيلها خصيصا لعملية الإجلاء، والتي تمت بواسطة طائرات حربية مصرية. أما الدفعة الثانية 27 عنصرا كانوا محتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع، تم التنسيق مع الصليب الأحمر، وقامت مصر بالعديد من الاتصالات مع أطراف وسيطة، وتم إخلاؤهم من قاعدة مروي وقطعوا مسافة 560 كيلومتر لكي يصلوا إلى الخرطوم وتتسلمهم الملحقية العسكرية المصرية بالخرطوم. وأنهى المصدر النقاط بأن مصر نجحت في تحقيق أهدافها بعملية بالغة الدقة والتعقيد، وحفظت سلامة أولادها دون التورط في الصراع الدائر. نعود مرة أخرى إلى كل الأوضاع الجارية في السودان والوضع الإنساني والوقوف عليه تحديدا. أكد برنامج الغذاء العالمي أن القتال في السودان يهدد الملايين بالمجاعة،
وكان البرنامج قد علق عمله مؤقتا في السودان على خلفية مقتل وإصابة عدد من موظفيه في اشتباكات دارفور. إذن هذه صورة مباشرة من الخرطوم على شاشة القاهرة الإخبارية. طبعا هذه الصورة وتبقى تقريبا على الهدنة التي تم تمديدها بالأمس 4 ساعات فقط، وما زالت المواجهات مستمرة. هناك تصاعد لأعمدة الدخان، هذا يعني أن هناك استمرار لهذه المواجهات، هذا الاقتتال الدائر منذ 6 أيام. والحقيقة إنه هذه الهدنة لم تشهد أي هدوء على الإطلاق، حتى وإن كان هدوءا حذرا كما قال لنا مراسل القاهرة الإخبارية منذ قليل. ربما شهدت المواجهات الأعنف منذ بداية الاقتتال في يوم السبت الماضي ونحن في هذه الحالة، ولكن هذه الساعات الماضية هي كانت الأعنف في هذه المواجهات. من الأماكن الاستراتيجية الهامة التي كانت تتمركز فيها هذه المواجهات ومحيط القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للجيش، وأيضا منطقة المربع ب أم درمان، والتي وصفها لنا مراسل القاهرة الإخبارية وقال إنه الجيش تمكن من السيطرة على هذه الأماكن وعلى محيط هذه الأماكن. إذن هناك حالة من ربما الاستمرار التعقيد أكثر فأكثر. هناك من يتوقع أن هذه المرحلة ستستمر في الساعات القادمة وربما في الأيام القادمة. عدد كبير من الوسطات الدولية والإقليمية والعربية حاولت على الأقل الالتزام بفترة هدنة، ولكن لم يستجب الطرفان طرفا الصراع. هناك أيضا من يرجح من المراقبين إنه السبب الرئيسي في عدم تطبيق هذه الهدنة أو عدم الالتزام بهذه الهدنة هو مسألة فقدان الثقة بين الطرفين. كل طرف يفقد الثقة في الطرف الآخر ويعتقد إنه سيستخدم هذه الهدنة في إعادة تمركزاته من جديد، في إعادة تنسيق عناصره ووحداته مرة أخرى. وحالة أخرى متعلقة بفقدان الاتصال بين قائدي الدعم السريع وعناصرهم الموجودين والمتمركزين في أماكن أخرى. من الأماكن التي أيضا كانت تشهد اشتباكات كثيرة هي مروي أو مدينة مروي، واللي شهدت حقيقة عدد كبير من المواجهات والاشتباكات التي وصلت في النهاية لسيطرة الجيش السوداني عليها كما ذكر لنا مراسل القاهرة الإخبارية. يبدو أن هذا المشهد هو مشهد معقد سيستمر في هذا التعقيد فترة قادمة. لا نعلم حتى إذا كان سيتم تمديد الهدنة التي بالفعل كانت قد تم تمديدها بالأمس، هل سيتم تمديدها في الساعة 6 اليوم أم لا؟ هذا ما سنعرفه خلال الساعات القادمة. إذن بتزداد خسائر المدنيين مع اندلاع هذه المواجهات العسكرية، لا يبقى أمامهم سوى المنازل للاحتماء بها من طلقات الرصاص. مع نقص السلع الرئيسية والخدمات العامة أيضا، بيجد المواطن السوداني وأفراد الجاليات الأجنبية أنفسهم محاصرين بين القتلى الذي يدور خارج أو القتال خارج المنازل والموت البطيء الذي ينتظرهم في الداخل.